اليوم عندنا ضرب الكسور الاعتيادية. زين، الضرب الكسور أول شيء عندنا ضرب كسر في عدد صحيح. شنو معناته كسر؟ يعني كسر اعتيادي في عدد صحيح، هذا العدد الصحيح، هذا الكسر الاعتيادي. احنا بعملية الضرب بالكسور الاعتيادية راح نشوف أول شيء المثال. هذا كسر اعتيادي، هذا شنو هو؟ هذا عدد صحيح، كل عدد صحيح هو مقام واحد، أنا راح أخلي واحد. أنتوا بالنسبة لكم سواء تخلون واحد أو ما تخلون واحد هو نفس الشيء. لكن إذا خلينا واحد شنو؟ حتى أعرف أنه التسعة هي بسط مو مقام. التسعة هي بسط بهالحالة. فنخلي الواحد حتى ما نخطأ. زين، من نريد نجي نضرب. هي عادة إيش نضرب؟ نضرب هذا البسط مع هذا البسط. يعني التسعة الاثنين في تسعة. وراح نضرب الثلاثة في واحد. قبل ما نجري عملية الضرب شو نسوي؟ نسوي تبسيط. انتم ماخذين التبسيط شنو؟ انها تقسم على العامل المشترك ما بين البسط وما بين المقام. زين، نجي واحد واحد نجربه. الاثنين ممكن تتقسم ويا الثلاثة بيها عامل مشترك؟ لا. لا. ولا طبعا الواحد هو واحد. زين، نجي على التسعة. التسعة ممكن تتبسط ويا الثلاثة لو على ايش قلت؟ على الثلاثة. إذا هذه راح نقسمها على ثلاثة. ايش قد تصير؟ تصير ثلاثة. وهذه أيضا نقسمها على ثلاثة، ايش قد تصير؟ واحد. زين، هسة ايش راح يصير؟ راح نضرب الاثنين في ثلاثة. ايش قد؟ ستة. هذه ستة. واحد في واحد واحد، وطبعا الواحد ممكن هي بالنتيجة يساوي ستة. أي عدد صحيح هو مقامه واحد. فهمنا؟ زين، نجي على ثانية. ضرب كسر في كسر. هسه هذا كسر اعتيادي وهذا أيضا كسر اعتيادي. نجي أجرب أشوف عندي تبسيط ما بين البسوط والمقامات؟ لا، ما عندي، لأنه لا الخمسة تقبل ويا السبعة ولا ويا الأربعة، ما عندها عامل مشترك بينهم، ولا الثلاثة. بهالحالة شو نسوي؟ راح نطلع رأسا الجواب. إنه الخمسة في ثلاثة ايش قد؟ 15. والسبعة في 24. هذا طلع لنا الجواب مال ضرب الكسر في كسر. طبعا النوبات راح يجينا هسه، راح تشوفون بالتمارين اللي تجينا يكون اكو تبسيط. فاحنا نجري عمليه التبسيط، لازم تتعلمون انه نبسط قبل ما نطلع النتيجه، لانه بعدين راح تجينا تمارين تشترك بيها ضرب وقسمه وجمع وطرح في عمليه واحده. فمن هسه ندرب ايدنا على التبسيط. زين، نجي هسه هنا ايش راح ناخذ؟ ضرب عدد كسري في كسر اعتيادي. بالضرب العدد الكسري لازم نحول هذا العدد الكسري. تشوفون أربعة وأربعة على ستة، لازم أحوله إلى كسر اعتيادي. هذا حوله مثل هذا، يعني نحول أو تحويل العدد الكسري إلى كسر اعتيادي. ما أخذيها إحنا هنا المقام في العدد، ايش قد تصير؟ 6 في 4 ايش قد؟ 24. وبعدين شو اسوي هنا 24؟ 28. اضيفها تصير 28. المقام هو شنو؟ نفسه. هذا انزله مثل ما هو. ايش صار عندي هسه؟ صار عندي مثل ما احنا هسه شرحناها، كسر في كسر. يعني لازم العدد الكسري يتحول الى كسر اعتيادي. هاي الخطوه الاولى. هسه احنا هنا كتبناها بالملاحظات. زين، هنا هسه راح نجي نشوف اكو تبسيط ما بين البسوط وبين المقامات، يعني اكو عامل مشترك بيناتهم. حتى لا تغلطون ممكن تاخذون الرقم يعني البسيط عليكم او ناخذها بالسرة. هسه بالنسبه لنا بين ال 28، هاي ال 28 ممكن ويا من اقسمها؟ شوفون ويا السبعه. فالسبعه تقسيم سبعه ايش قد هذه؟ واحد. ال 28 تقسيم 7 ايش قد؟ 4. زين، خلص التبسيط ولا عندنا بعد؟ بعد. ال 6 ويا ال 2. هاي ال 2 اقسمها على 2 ايش قد تصير؟ واحد. وهاي اقسمها على 2 ايش قد تصير؟
إذا أجري عملية الضرب. راح نضرب الأربعة في واحد إشجين؟ أربعة. زين ثلاثة في واحد إشجين؟ ثلاثة. زين أخليها الشكل؟ لا. ليش؟ نسويها عدد كسري. راح أرجع أحولها إلى عدد كسري. ليش؟ لأنه عندي هذا البسط أكبر من المقام. يعني راح نقسم هنا هاي الأربعة على ثلاثة. واحد. يبقى واحد. إذا هنا شو حسوي؟ حسوها هنا. يساوي المقام نفسه. نعم الباقي يصير هنا وهذا يصير هنا. إحنا ليش قسمنا؟ لأن هنا عندنا البسط أكبر من المقام. زين راح نجري ملاحظات هاي العمليات اللي سويناها كلها. الخطوة الأولى هي شنو؟ تحويل الأعداد الكسرية إلى كسور احتياجية. يعني من أجي أشوف عندي ضرب أضاوع إذا بي مثل هذا العدد الكسري لازم أحوله. لازم أحوله ترى ما يصير ما نحوله. لازم نحوله. يلا نسوي الضرب. زين حولنا. بعدين شنو الخطوة الثانية؟ إذا أكو تبسيط واختصارات ما بين البسط والمقام نسوي تبسيط. وراء التبسيط يطلع عندنا التبسيط نجري عملية الضرب. الناتج لازم يكون بأبسط صورة. إذا طلع عندي المقام أكبر من البسط أرجع أحوله بالقسمة إلى عدد كسري. وحتى لو بعد أخاف واحد ينسى إنه يبسط هنا هواية. يعني يجوز مثلا أنا يجوز هسه بسطت الاثنين ويا الستة بس الثمانية وعشرين ما بسطتها مثلا. إيش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي عدد هنا أكبر. الكسر راح يطلع مثلا بالبسط أكثر. هنا أقدر هم أبسط. يعني المهم إنه الجواب يكون عندي في أبسط صورة. زين عندنا هسه مثال واحد صفحة 52. ينتج معمل 15 عدد صحيح وثلاثة على أربعة لتر من العصير في الساعة الواحدة. يعني في الساعة الواحدة كم لترا ينتج المعمل في 5.1 على 3 ساعة؟ في الساعة الواحدة ينتج 15 وثلاثة على أربعة. زين إذا عندنا 5 ساعات وثلاث شقد ينتج؟ فراح نضرب حتى نشوف الانتاج مالته شنو. احنا اذا هسه نتبع الملاحظات مالتنا شو تقول الملاحظات؟ انه لازم نحول العدد الكسري الى كسور احتياجيه. زين هنا عندنا عدد كسري؟ اي. اذا شو راح نسوي؟ راح نضرب 15 في 4. انتم طبعا يا اكو هسه يعطيني الجواب واكو ممكن يسوي لي اياها هنا على صفحه يسوي لها روحها يعني مو الي. 4 في 2 20 بيد 2 صار ايش؟ 60. وعندنا 3 ايش قد تصير؟ 63. زين والمقام؟ 4 نفسه. نفس الحاله هنا نحوله 3 في 5 15 زائد 1 16 على 3 مقام نفسه. مقام نفسه. خلينا نشوف عندنا تبسيط هنا لو ما عندنا. منو منو؟ الأربعة والستة. نعم هذه ال16 وهي الأربعة. طبعا لازم يكون التبسيط بين البسط وبين المقام مو بين بسط وبسط. نوبات الطالب يكتبك بالامتحان يسوي اختصار أو تبسيط بين البسط والبسط أو بين مقام ومقام. لا بس إلنا حق التبسيط ما بين البسط وما بين المقام. وممكن يعني هذا البسط مع هذا البسط المقام وهذا البسط مع هذا ممكن يعني. زين هسه احنا عندنا الأربعة تقسيم أربعة واحد وهذه تقسيم أربعة أربعة. زين هذا واحد صارت عندنا الثلاثة وستين وعندنا الثلاثة. ترهم بيناتها؟ لا ما ترهم. ترهم شلون عرفنا ترهم؟ الثلاثة على ثلاثة اوكي نجي هنا مجموع الارقام الثلاثة زائد ستة تسعة. تسعة من مضاعفات الثلاثة. اذا ممكن نقسمها على ثلاثة فهاي نقسمها على ثلاثة راح تصير واحد.
وهذه نقسمها على 3. 6 تقسيم 3 2، و3 تقسيم 3 1. هسه ايش فيهم المقامات؟ اثنينهم صاروا 1. راح نضرب ال 21 في 4. نعم 4 و8 راح يطلع الجواب 84 لتر انتاج المصنع. انتو ايش سوينا؟ مشينا هاي الخطوات نفس هاي الملاحظات اللي انطيناها، وهنا أنا ما طلع عندنا بالناتج لا تبسيط ولا ابد. هنا أنا ارجع واقول انه التبسيط بالناتج ما عندنا، بس عندنا هنا عندنا البسط اكبر من المقام، فلازم نقسمه ونرجعه الى العدد الكسري.